وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك علشان توصل لك كل الفيديوهات الطبيه واجاوب على كل اسئلتكم في الكومنتات. اكتر سؤال بتساله الفتره اللي فاتت، ازاي احسب الوزن بتاعي المثالي؟ انا وزني كذا وطولي كذا، انا وزني كذا وطولي كذا، انا وزني كذا وطولي كذا، احسبي لي يا دكتوره او قولي لي ايه الوزن المثالي اللي المفروض انا اكون عليه. وعلشان كده انا لقيت لكم طريقه بسيطه جدا، لو عملناها هنقدر نحسب الوزن بتاعنا بطريقه بسيطه جدا جدا جدا. طيب ايه هي الطريقه اللي انا جبتها لكم النهارده؟ هي طريقه شهيره جدا بيها بنحسب مؤشر كتله الجسم، وهي حساب البادي ماس اندكس او البي ام اي. ببساطه جديده هي معادله بتقول انه انت عشان تحسب مؤشر الكتله بتاعتك هتقسم الوزن بالكيلو على مربع الطول بالمتر. تاني هتقسم الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر. مربع الطول يعني الطول مضروب في الطول، الطول مضروب في الطول، هي دي مربع الطول في المتر. طيب لو وقفت انا على اي ميزان هلاقي ان انا مثلا الميزان على طول هيطلع لي رقم بتاعي بالكيلوجرام، فده كده انا مفيش مشكله. لكن ازاي احول الطول بتاعي من السنتي للمتر؟ ببساطه شديده هتقسم طولك على 100، هيتحول الطول من السنتي للمتر. يعني انت لو طولك مثلا 170 سنتي، علشان تحوله للمتر هتقسمه على 100، هيبقى 170 سنتي بيساوي بعد التحويل 1.7 متر. نرجع تاني للمعادلة بتاعتنا، وهي حساب مؤشر الكتلة او مؤشر كتلة الجسم. هنقسم الوزن، مثلا انا جبت لكم مثال شخص وزنه 80 كيلو جرام وطوله 170 سنتي. علشان نقدر نحسب مؤشر الكتلة بتاعته هنقسم الوزن بتاعه اللي هو 80 على مربع الطول بالمتر، اللي هو بعد ما حولنا، خلي بالكم، ال 170 في السنتي لمتر بقت 1.7، وبالتالي نرجع للمعادلة هتبقى 80 كيلو مقسومة على مربع الطول اللي هو 1.7 في 1.7. يبقى نعمل الموضوع ده على الآلة الحاسبة، هيطلع لي 27، وبالتالي 27 فهو ايه؟ اكتر من الوزن المثالي. طيب سؤال مهم جدا، ازاي انا اعرف ايه الوزن المثالي، او امتى ابقى انا اكتر او امتى ابقى اقل؟ من خلال الارقام اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. اول حاجه لو ناتج المعادله كان اقل من 18.5 يبقى انت كده تحت الوزن بكتير، وزنك قليل ومحتاج تزود الوزن شويه. لو طلع من 18.5 ل 24.9 يبقى ده الوزن الطبيعي، وانت كده وزنك مثالي. ما تدوريش على انك طريقه لا تتخني ولا تخسي، حاولي بس تحتفظي بالوزن بتاعك زي ما هو. طيب لو طلع من 25 ل 29.9 يبقى انت كده فوق الوزن، او انت كده فوق الوزن شويه، لكن الموضوع يعني محتمل او عادي، يعني ممكن تحاول تظبط شويه، لكن ما نقدرش نقول ان انت في اي مرحله خطر. لو طلع بقى من 30 ل 35 يبقى انت كده في سمنه، ولازم تبدا على طول تحاول تتبع نظام غذائي، وتشوف بقى تزود مثلا معدل حركتك في اليوم، بس تحاول تبدا تاخد الخطوات دي علشان تبدا ترجع وزنك للوزن الطبيعي او الوزن النورمال بتاعك. اما اخيرا لو اكتر من 35 فده بقى خطر جدا، ودي سمنه مفرطه، وده صعب جدا ان انت تكمل. لو انت عرفت ان انت اكتر من 35 يبقى من اللحظه دي، من اللحظه اللي انت فيها دلوقتي بتسمع الفيديو او بتسمعني، لازم تاخد خطوات على طول، تبدا تظبط اكلك، تلعب رياضه، تزود معدل الرياضه بتاعتك، وتسيب كل حاجه وتركز بس ان انت ازاي تبدا تاخد حاجات صحيه، وازاي تبدا تتبع طرق صحيه علشان تنزل في الوزن. والحقيقه البي ام اي ده مش بس بينطبق على الكبار، ده كمان بينطبق على الاطفال. طيب ازاي احسب البي ام اي للاطفال، وازاي اعرف ان وزن طفلي هل هو اقل من الطبيعي او هو مثالي او هو برضو زياده جدا؟ الحساب بيبقى بنفس الطريقه الحسابيه اللي حسبنا بيها البي ام اي للكبار، هي هي اللي هنحسب بيها البي ام اي للاطفال، لكن الارقام اللي هتطلع طبعا هتبقى متغيره، علشان كده انا هقول لكم الارقام اللي هي مع الاطفال.
العملية الحسابية دي بتتحسب من سن 2 لسن 19 سنة، وبنفس الطريقة الحساب هو الوزن على مربع الطول بالمتر، الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر. طيب لو الطفل طلع الرقم اللي بعد النتيجة دي أقل من 5، يبقى ده أقل من وزن بكتير، وده محتاج تغذية، وهو كده يعتبر طفل ضعيف بشكل كبير. أما بقى لو طلع من 5 لـ85، فهو كده وزنه معتدل ووزنه كويس جدا ومفيش اي مشكلة منه. لو طلع بقى الناتج من 85 لـ95، يبقى كده هو وزنه زيادة شوية ومحتاج يشتغل، يعني ان احنا نحاول نظبط الاكل، نحاول يعني نخليه يبذل مجهود كده، يعني يشترك في اي انشطة، المهم يعني ايه نحاول نركز معاه. اما بقى لو اكبر من 95، فالطفل بيعاني من سمنه مفرطه او سمنه خطيره، ولازم على طول تبداي تساعديه ان هو يغير نظامه ويبذل مجهود، وتحاولي تبقي كده فوق دماغه وتبقي مراعيه لكل اكله واخده بالك من الاكل، علشان السمنه دي هتلازمه لغايه لما يكبر وممكن تسبب له مشاكل صحيه خطيره فيما بعد. لاني امهات كتير جدا بتسالني عن وزن اطفالها وطولهم، وبرده بيبقوا قلقانين ان هم يكونوا يعني تخان. لكن الغلطه والحاجه اللي انا شويه يعني دايما بعترض عليها، ان امهات كتير بتسالني عن ادويه تستخدمها للولاد وهم في سن صغير. الحقيقه ده غلط كبير جدا جدا، ما ينفعش طفل صغير لسه يعني طالع للدنيا تضغطيه بانك تديله ادويه تخسيس، وانك تشيلي منه، وانك يعني تكهربيه كده، تحطيه في وضع اللي هو مستغرب ليه انا مش زي باقي الاطفال. لا، خليكي ام ذكيه وحاولي تعرفي هو الحاجات اللي بيحبها واعمليها بطريقه صحيه. لو بيحب يشرب عصاير من بره مثلا، اعملي له في البيت عصاير فريش. لو مثلا بيحب الشيبسي، حاولي تعملي له بطاطس صحيه في البيت. حاولي دايما تعملي له كل حاجه هو بيجري عليها بره بطريقه حلوه جدا في البيت، وفي نفس الوقت تحاولي من غير ما ياخد باله تقللي السكريات بتاعته والحاجات المسكره، وتزودي مثلا فواكه والكلام ده، مش يبقى عليه هو بس، يعني ميبقاش هو بس قدامه طبق خيار وطماطم وانتوا بقى عندكم شيبسي وعندكم شوكولاته في المطبخ جامده. لا، الكلام ده يبقى البيت كله بيتبع نمط صحي او بيتبع نظام صحي. يبقى كده بحساب البادي ماس اندكس او البي ام اي او مؤشر كتله الجسم، قدرنا نبقى عارفين امتى يبقى وزننا طبيعي، امتى انا بعاني من نحافه شديده، امتى انا بعاني من سمنه، وامتى انا بعاني من سمنه مفرطه. اتمنى انه يكون الفيديو عجبكم وافادكم، وبقى وروني كل واحد يبعت لي هل هو عرف يحسب الوزن بتاعه ولا لا. لو في اي مشكله انا هفهمكم يعني كل حاجه في الكومنتات وهنبقى مع بعض. اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تدعمونا باللايك وسبسكرايب، وشاركوا الفيديو مع كل اصحابكم، واشوفكم الحلقه الجايه في معلومه جديده. اشوفكم بكل صحه وخير يا رب. باي باي.